معنا احد المواطنين من حمص. اخي بدي اسالك شو رايك بمبادره كوفي عنان اللي اعطاها محمي للرئيس الاسد لعشرة الشهر حتى يوقف اطلاق النار ويسحب الجيش ويرجعوا لسكنات العسكريه؟ هاي كلها تمهل مشان يقمع المظاهرات ويقتل شعبه اكثر من هيك. بعد فرج عنا ضرب هاون، شردوا الاطفال، شردوا النسوان، ما عاد ضل في عنا حدا. كل انسان مسلم بقول لا اله الا الله لازم يخمعه، وهاي الدول كلها متخاذله واقفه معه.